السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة أخرى ضمن برنامج جلسة خاصة. في حلقة اليوم التي تندرج ضمن الحلقات التي نخصصها لآخر المستجدات في الساحة السياسية مع قرب انتخابات 7 أكتوبر، سنحط الرحال في حلقة اليوم بعيدا عن الأحزاب المشاركة في استحقاقات 7 أكتوبر، لنتبين وجهة نظر المتبنونة لخيار المقاطعة مع الكاتب الإقليمي السابق لحزب الديمقراطيين الجدد بتنغير السيد عبد الحكيم الصديقي. سنحاوره ونناقشه ولمالا نستفزه من أجل تبيان وجهة نظره في مجموعة من القضايا التي تهم الشأن السياسي والمحلي بتنغير. في البداية نرحب بكم سيد عبد الحكيم الصديقي في برنامج جلسة خاصة. نبدأ بأول تساؤل، ما هي الدواعي التي جعلتك تنسحب من حزب الديمقراطيين الجدد بتنغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك أخي العزيز وزميلي مولاي رشيد الإدريسي على هذه الاستضافة القيمة، كما أثمن وأربد على كتفك أن تستمر في هذه السلسلة الشيقة والمتميزة لتسليط الضوء على أهم المستجدات الواقعة في الساحة السياسية سواء المحلية أو الوطنية، وأنعم بها وأكرم من فكرة. يعني هذا ربما سؤال مباغت. هناك مجموعة من التداعيات ومجموعة من يعني الإشكالات التي كانت ربما سببا لانسحابي من العمل السياسي الحزبي، وليس من العمل السياسي بصفة عامة، يعني أقصد الانتماء الحزبي. سأحاول أن ألخص لأنه المسألة ربما تحتاج إلى حلقات وحلقات لنتداول بالتفصيل الأسباب التي جعلتني أنسحب من الانتماء الحزبي، لكن سأحاول أن أحوصل المسألة في قضية مهمة، ألا وهي أنه في مرحلة معينة من مرحلة يعني تدبيري للتنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطي الجدد، وقعنا في مجموعة من الإكراهات، من بينها عدم التزام بعض الأعضاء يعني بالتعويضات المادية أو المساهمات المادية بالنسبة للتدبير المادي للتنسيقية. أضيف إليها ربما التزامات بعض الأعضاء يعني بالإطار ديالهم في العمل ديالهم، وعدم الحضور الدائم في اللقاءات والاجتماعات ديال حزب الكتابة الإقليمية. وأضيف إليها أنه في مرحلة معينة كنا اتفقنا على مسألة ديال التجديد الكتابة الإقليمية، وكانت دار واحد الجمع عام استثنائي لم يحضره للأسف يعني ثلثي أعضاء المكتب، حضرته ربما أنا وواحد الأخ واحد الرفيق معنا عضو في المكتب، وحضروا شي وجوه قليلة جديدة كانوا من بين يعني المنخرطين في الكتابة الإقليمية ومن بين يعني المتعاطفين مع الحزب. فقررنا في ذلك اللقاء أن نؤجل مسألة التجديد إلى وقت لاحق، لم نحدد تاريخ التجديد نظرا ل يعني أنني اشترطت في ذلك اللقاء أنني سأراسل كتابيا أعضاء ديال التنسيقية كاملين كي لا تقوم لهم حجة بعد ذلك، وأن يعني يتجدد المكتب بمن حضر. فأنا يعني أشتغل في هذا الإطار وأحاول أن أتصل بجميع الإخوة في المكتب وأحاول أن أراسلهم يعني وكنوجد داك المراسلة اللي غادي نصيف لهم. فإذا بي أفاجأ بواحد القرار يعني فاجأني، وهو القرار ديال الإعفاء ديالي من الكتابة الإقليمية اللي راسلوا لي السيد يعني رئيس الحزب الدكتور محمد ضريف. تفاجأت بهذا القرار الأحادي لأنه لم أشاور في الأمر ولم أناقش في القضية. اتخذ القرار أفقيا أو عموديا عفوا، ولم يتخذ بشكل يعني ديمقراطي يعني يبرهن أو يدلل على تفعيل الديمقراطية الداخلية في الهياكل ولا الأجهزة ديال الحزب. فكان هذا يعني سببا من بين الأسباب الكثيرة التي دعتني إلى أن أنسحب نهائيا من العمل الحزبي، لأنه إلى شحال قطعت سي الحكيم تفضل. واش هذا السبب نقدر نقول هو اللي خلاك أنك تبناو خيار مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر؟ لا، ربما كنقول انا الانتماء الحزبي او الانتماء الى حزب الديمقراطي الجدد كان هذا من بين الاسباب، انه ربما حتى الاعفاء ما كيجعلكش انك تنسحب من الحزب نهائيا،
ربما غادي يجيك اعفاء من مهام كما جاني حتى انا، ولكن يسمح لك بممارسه سياسيه داخل الحزب. لكن انا قررت يعني بمحض ارادتي ان انسحب نهائيا من العمل الحزبي نظرا لمجموعه من الامور، من بينها ان هذا القرار بحال هذا فاش كيتاخذ عموديا وبشكل يعني فيه نوع من يعني الديكتاتوريه في الممارسه ديال المهام الحزبيه في الهياكل، ما كيعطيناش واحد يعني واحد الرؤيه انه نفعلوا مساله ديال مقاربه ديال الديمقراطيه التشاركيه، ديال الديمقراطيه الداخليه، ديال الحوار البناء، ديال المناقشه ومعرفه يعني التداعيات ديال العراقيل والعوائق اللي كنعيشوها في المكتبه الاقليميه. فهذا القرار هذا جاء مستعجل وجاء بنيه انه كان يعني ما غاديش نخفي السر لكم وللمشاهدين الكرام بانه كانت اجنده، كان هناك اناس كيخدموا اجنده معينه من اجل باش يسقطوني انا بالاساس من الكتابه الاقليميه، نظرا لان عندهم يعني عندهم اجندات واهداف اخرى وتم لهم ذلك. ولكن هذا يعني من حسن حظي انه تبين ذلك وخلاني انني انسحب من العمل الحزبي. لكن خيار المقاطعه هذا خيار عاوتاني عنده توجه ديالو بوحدو وعنده اسس وعنده بنيه يعني مبدئيه بوحدها. اذا جينا نهضروا على خيار المقاطعه للاستحقاقات المقبله ديال 7 اكتوبر، انا تبنيت هذا الخيار هذا بناء على ما يقع الان في الساحه السياسيه المغربيه مما اسميه بالفوضى السياسيه الغير خلاقه، او الفوضى الخلاقه اللي وقع في الساحه السياسيه، تجاذبات، تطاحنات، بلاغات، ردود افعال، شتم وجد، يعني لا يمكن ان نقول بانه الاستحقاقات المقبله غادي تعطيني واحد الدفعه الى يعني الاستمرار في المسلسل الخيار الديمقراطي اللي تبناه المغرب وجعله من بين الثوابت ديالو في البدايه ديال الدستور ديال المغرب. الوغ فخيار المقاطعه هو يعني ينبني على مجموعه مبادئ وكيعطي واحد يعني واحد الرؤيه اخرى للواقع الديمقراطي ديالنا في المغرب. انضمت انا الى الفئه التي اعلنت المقاطعه يعني بشكل بناء وعنده مبادئ، لانه الى هضرنا على خيار المقاطعه يمكن ان نقسموه لواحد جوج ولا ثلاثه ديال المستويات. المستوى الاول هو المستوى اللي كيقطعوا الانتخابات بناء على مبادئ وبناء على موقفهم من طبيعه يعني المشهد السياسي برمته، فهذا مبدا. وعندهم مطالب من هذه الناحيه كتشكل ربما الملكيه البرلمانيه وكتشكل يعني فصل السلطات، هما اهم المبادئ في هذا الخيار ديال المقاطعه. المستوى الثاني هما المقاطعين فقط انتقاما او رد فعل للسيروره ديال الحزب الحاكم او التحالف اللي يعني قاد مرحله ما بعد دستور 2011 الى الان، فعنده موقف من هذه المرحله لذلك قاطع، وربما سيجدد يعني الانخراط ديالو في العمل السياسي حينما يظهر له شخص يستحق يعني التشجيع او الدفع به الى الممارسه السياسيه داخل المؤسسات السياسيه. ثم كاين عندنا واحد المستوى ثالث اللي هو ربما اسميه باللامبالون، يعني الناس اللي يعني ليست لهم يعني اي يعني مبالاه بالعمل السياسي ككل، وهذا ما نسميه في الادبيات السياسيه بالاغلبيه الصامته. انا مع الخيار الاول وعندي تقاطع حتى مع الخيار الثاني. مع الخيار الاول باننا بغينا في الخط ديال المغرب في التطور ديال مسلسل البناء الديمقراطي اننا نعيشوا بالديمقراطيه الحقيقيه في بلادنا يعني بكل وسائل الممكنه انها تبقي البلاد ديالنا الى مستوى هذا المطلب وهذا الحق. لكن بالمقابل تساؤل، ما رايك في الحمله التي اطلقها بعض النشطاء على الفيسبوك بعدم مقاطعه الانتخابات بل انهم سيصوتون ضد ما اسموا تجار الدين؟ انا لا انخرط في هذه الهلال لانها نوع من التقولب السياسي او نوع من النفخ في بعض السياسه. لا يمكن ان نقول بانه مقاطعه يعني تجار الدين هي يعني الوسيله الممكنه باش اننا نخرطوا في مسلسل ديمقراطي حداثي. هذا يعني من نوع من التلفيق ومن نوع من التهجين ديال العمل السياسي. اكيد اننا كنعرفوا في التحالف الحكومي انه فيه مجموعه من الفصائل السياسيه يعني اندمجت في واحد
يعني تحالف سياسي وفق واحد البرنامج متوافق عليه، وهذاك البرنامج هو اللي يحاولوا يبلوروا في الساحه في الواقع السياسي عبر تدبير المؤسسات السياسيه. فما غاديش نمشيو حنا مباشره نقول باننا حنا غادي نحاربوا تجار الدين، يعني كنحاربوا هذا التحالف السياسي ككل وليس حزب واحد فقط، لانه ليس عندنا حزب حاكم في المغرب، عندنا تحالف، يعني في هذا نوع من التقلب. والذين يصدحون بهذا القرار اكيد انهم سيقعون في نفس المشكل الذي يحاربونه. نحن نعرف بان المغرب دوله اسلاميه، يعني على راسها امير المؤمنين، فيها مؤسسات، يعني من بين الاهداف ديالها هي حمايه الامن الروحي للمغاربه، وكذلك تهديف الى تثبيت يعني النظام الحاكم في المغرب. فما يمكن احنا نقولوا نرفعوا شعار ديال تسييس الدين، محاربه تسييس الدين او محاربه تجار الدين، فهذا يعني نوع من الكلام الفارغ واللي ما عنده حتى شي دلاله وشي مضمون. الوغ حنا كنقولوا بانه القضيه ديال الممارسه الديمقراطيه الحقيقيه ماشي بهذا الاسلوب، هذا ماشي باش نوجهوا فقط يعني واحد الاتجاه اللي كيحارب حزب واحد فقط ونقول بانه هو السبب الرئيس فشل يعني التدبير ديالو الحكومه، فشل في تحقيق المطالب اللي كانت يعني نطقت بها الجماهير المغربيه فيما يعرف بالربيع العربي او ان صح التعبير في حركه 20 فبراير، على راسها محاربه الفساد والاستبداد. في المقابل ما رايك فيما يسمى الان في الساحه السياسيه بالخيار الثالث؟ اكيد ان حينما نتحدث عن الخيار الثالث فنحن نتحدث عن ثلاثه ديال الاحزاب كتحالف في واحد الفيدراليه تسمى بفيدراليه اليسار الديمقراطي، وكنهضروا على الدكتوره نبيله منيب اللي هي الأمينة العامة ديال الحزب الاشتراكي الموحد، وكنهضروا على واحد الخيار ثالث اللي جاب واحد التصور جديد في الممارسة السياسية، يقطع تماما مع ما هو سائد في الحقل السياسي وفي الحقل التداولي السياسي المغربي. نعم انا من ناحية التعاطف ربما اتعاطف مع هذا التصور، وكنتقاطع معه مجموعة من الخيارات ومجموعة من الأهداف ومجموعة من التصورات في الممارسة السياسية. واكيد ان نبيله بنيب لها من الجراه في الحديث على يعني العراقيل اللي كتعرقل المشروع الديمقراطي الحداثي، لا يجرؤ احد ممن يعني يتبجح بمحاربه الدين والتجار في الدين وغيره ان يصرح بما تصرح به الدكتوره نبيله بنيب. لذلك اجدني يعني متعاطفا مع هذا الخيار الثالث، لكن هذا لا يمنع انني اعلن المقاطعه ديالي للاستحقاقات ديال 7 أكتوبر. لاحظنا في العديد من الكتابات ديالك مؤخرا كتوظف مصطلح جديد كتصف بالفاعلين السياسيين عامة في المغرب ولا في المنطقة بالزعاطين، شنو كتقصد بهذا المصطلح؟ هذا سؤال يعني عنده دلالة فكاهية أكثر من هو سؤال سياسي، لكن أنا ربما هذا الوصف هذا وظفته من أجل يعني استفزاز يعني الفاعلين السياسيين، خصوصا منهم اللي ما عندوش حتى شي تاثير في الحقل السياسي، بين يعني عشيه وضحى ظهر على انه يعني القائد الاكبر، وكنهضر على محليا بالخصوص يعني الساحه السياسيه المحليه، ظهر فجاه على انه رمز من رموز النضال وبغى يقود يعني المسيره ديال الترافع البرلماني وغادي يجيب يعني مشاريع تنمويه للمنطقه. فهادو كنسميهم بهذا المصطلح اللي هو مصطلح الزعاطف وهو مصطلح فكاهي. المصطلح بحد ذاته فيه مجموعه من الدلالات. اولا انه كيلمس الجانب الهوياتي ديال المغاربه، لان فيه في العمق ديال المصطلح امازيغي اللي هو زعطوط يعني القرد. ومن ناحيه يعني وضفت بها انني عربته تعرب، يعني الزعاطف هو مصطلح امازيغي معرب، فهذا كيلمس الجانب. وفي واحد الدلاله اخرى انه هادو اللي كنوصفهم بهذا الوصف انا كنشوف ما كيحنقزوا في الساحه السياسيه من شجره الى شجره ومن لون سياسي الى لون سياسي. علاش كيقلبوا هاد الناس؟ يعني كيقلبوا على الغرض الشخصي ديالهم، ما كيقلبوش على خدمه المواطنين، خصوصا الى عفواهم من اصحاب الشكاره. فاكيد ان هاد الناس هادو لا يليق بهم الا هذا الوصف، لذلك وصفتو انا في مجموعه الكتابات الساخره. نعم وقت البرنامج. نعم اخر سؤال، ما هي توقعاتك وقراءاتك لاستحقاقات 7 اكتوبر على الصعيد المحلي في اقليم شنغال؟
ربما انا ملي يعني تبنيت خيار المقاطعه فلا اعير اهتماما كبيرا لمساله من سيفوز او من سيعتلي يعني كرسي السلطه في الاستحقاقات المقبله، لكن ربما افتح قوس لاقول انه سيتكرر نفس المشهد ربما ولن يتغير. حتى اذا تغيرت الاسماء والاشخاص فالواقع لن يتغير فيه شيء، لذلك يعني ما عنديش انا اهتمام بمن سيقود المرحله المقبله، يعني ربما انني كنشوف انه هذا المرحله المقبله سنكرر نفس يعني المرحله السابقه الا من نمشي الى الأسوأ. كان كنخلي لك اخر كلمه للجمهور متابعي برنامج جلسه خاصه، كلمه يعني في اخر هذا اللقاء المبارك الكريم لا يسعني الا ان اشكرك يعني مجددا على هذه الاستضافه وعلى هذه المجهودات القيمه اللي كتبذلوها في الجريده ديال الشعب وديال المواطنين تنغير بريز، وكنشكر من خلالكم يعني المشاهدين والمتابعين ديال هذه الجريده، وكنقول بان هذا يعني باش تفتحوا النقاشات بحال هكا وتعطيوا الفرصه لجميع الفاعلين في المجتمع التنغيري فاكيد انه دليل على الحياد ديالكم، انكم يعني ما عندكمش يعني توجه معين ولا ما نسميه احنا بالتطبيل والتزمير لواحد التوجه دون اخر، فهذا يعني دليل على رحابه الصدر وعلى ان التوجه ديالكم مبدئي اكثر ما هو مصلحي. فكنشكركم وكنشكر المشاهدين الكريم ومزيدا من التالق ان شاء الله. شكرا لكم. هكذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه هذه الحلقه الاستثنائيه من برنامج جلسه خاصه، ولنا موعد في حلقه اخرى وضيف جديد وحزب آخر. إلى اللقاء. راح.